حياكم الله، إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية للعراق، وبلغ سعر مثقال الذهب من عيار 21,344,655 دينارا مستثنة منه أجور الصياغة، وبلغ سعر مثقال الذهب من عيار 23,393,885 دينارا عدا أجور الصياغة. باعت شركة توتال الفرنسية حصتها البالغة 18% في حقل نفط سرسنج شمالي العراق مقابل 155 مليون دولار. وقالت الشركة إنها باعت حصتها غير المشغلة لشركة شرمان أو شماران المدرجة في كندا والسويد، مضيفة أنه سيتم دفع عوض طارئ قدره 15 مليون دولار في المستقبل اعتمادا على الإنتاج وأسعار النفط. وكانت شركة توتال الفرنسية قد نشطت في العراق منذ عشرينيات القرن الماضي مع اكتشاف حقل كركوك النفطي. أعلنت شركة نفط البصرة في العراق استئناف عمليات الضخ تدريجيا بعدما تمت معالجة تسرب للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطية. وقالت الشركة في بيان عبر فيسبوك إن فرقها الفنية والهندسية عالجت تسربا للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطية، وإنه تم استئناف عمليات الضخ تدريجيا إلى حين استكمال أعمال صيانة الطارئة. وفي وقت سابق أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر بقطاع النفط العراقي بأن صادرات الخام من ميناء البصرة قد توقفت الليلة الماضية بسبب التسرب، مبينة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع. ارتفع إجمالي صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة وصلت إلى 16% في نهاية شهر آب الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت. صعد إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام أكثر من 10% بنهاية شهر آب الماضي ليبلغ 223,176,800 برميل، وسجل إنتاج الغاز الطبيعي في السلطنة بنهاية شهر آب الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت 3.9% ليصل إلى 30,485,000 متر مكعب. وتعمل سلطنة عمان على تعزيز اكتشافاتها من النفط والغاز زيادة الإنتاج، وفي شهر حزيران الماضي أعلنت عن اكتشافات نفطية جديدة ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50,000 إلى 100,000 برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة. وفي ظل الغضب المنتشر في لبنان بين المودعين وبين المصارف التي تحتجز أموالهم، دعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي. هذا وشهدت فروع بعض المصارف في بيروت الجمعة سلسلة من الاقتحامات في مناطق متفرقة من بيروت وضواحيها، من بينها فروع مصارف في مناطق الرملة البيضاء والحمراء والطريق الجديد والكونكورد ودوار الكفاءات والغازية جنوبي البلاد. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى متابعة أسعار العملات والمعادن.
نهاية الموجز بأمان الله.